تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله اتصالا هاتفيا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك دعنا المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والعزة والرفعة